أهلا سالوني، شو كيفك اليوم؟ تعرفي شو؟ كنت عم شوف الفيديو تبعك وعن جد ما عم بقدر صدق إنه أنت وفيكرانت خططتوا لمثل هاي المؤامرة الكبيرة. حاولتوا تقتلوا ريشي، لك من كل عقلكم بدكم تقتلوا؟ شو بدي ساوي؟ هاي الحقيقة ولازم صدقها. قليلي لشوف، البنت اللي إجت على خطبة فيكرانت لتشوفه وما عرفناها بس شافها ريشي وما قدر يثبت هالشي هي أنتي صح؟ وأنتي يلي حذفتي تسجيلات كاميرات المراقبة، احكي هاي أنتي؟ أي طيب، وهلأ ما حسبت حساب الكاميرات وما بدك تمسح التسجيل مرة تانية وعم تمشي براحتك بالبيت جاية لهم بدون أي خوف، وأنا بكل صراحة بحيي شجاعتك. بس في شي ما عم بقدر أفهمه، أنا لازم حييكن على شجاعتكن ولا لازم أضحك على غبائكن؟ لما كنت عم بحكي مع الخالة كريش معرفه إنه كاميرات المراقبة خربانة ولازم تتبدل. هيك لكان حاسبين حساب كل شي مو؟ أنتوا عم تشتغلوا بطريقة احترافية مثل القاتل المتسلسل، كنتوا رح تقتلوا بدم بارد، رح تقتلوا حبيبي، بدكم تقتلوا وتهربوا؟ في أسوأ من هيك تفكير؟ رخيص؟ على كل حال مو وقت الحكي، قولي لي وينو شريكك بالجريمة؟ شو وينو فيكرانت؟ رح يشوف ريشي. كيف بيتجرأ؟ رح لهلك لحتى يقتله ما هيك؟ لا رح يشوفه مو ليقتله، لأنه هو أنتي طلبتي تشوفيه وهو إجا لهون بحجة إنه بده يطمن عليه، وإلا كيف بده يشوفك هو؟ بس قولي لي هلا، أنتي شو بدك تحكي معه؟ بس فهميني. أنا ما بدي منه شيء. أنتو الاثنين يلي بحاجتي. لهيك بس يجي فيكرانت منبقى منحكي. ايه خالتي، بعدتي وراي. هاي الحنة بيت حماكي عطوني اياها، حطيها على ايديكي بعد ما تطحنيها، خديها. لاكشمي، أنا مبسوطة لأنك وأخيراً عملتي يلي أنا طلبته منك. ما بحب دائماً أرجع أحكي وحذرك، وما في داعي للتهديد. كل اللي بدي إياه تطلعي من هالبيت، ومتأكدة إنك بتعرفي هالشي. هذا الموضوع صار منتهي، رح تطلعي بعد الزواج فوراً وإلا رح أضطر أنا اللي طالعك. أكيد أنتي سمعتي هالحكي مني كتير وصرتي تعرفيني، لهيك أنا متأكدة إنك استوعبتي هالشي. أنتي ما عاد إلك مكان بهذا البيت، لهيك لازم تروحي بسرعة. انخطبتي عالساكت وعملتي اللي براسك، بس ريشي حاول يمنعك ويقلبك ضد فيكراند، بس أنتي ضليتي مصرة على رأيك وهذا الشي خلاني أحترمك شوي. أنا عن جد كنت مبسوطة منك، وهلأ كل تحضيرات العرس صارت جاهزة كرمالك. أصحك تفكري تلغي. قد ما حاول ريشي لا تسمعي كلامه، المهم إنه يتم زواجك. الناس فكرتك عم تحرضي ريشي ليعمل كل هالمشاكل ويمنع زواجك من فيكرانت. إذا أنتي ما بتتزوجي شكوك الناس رح تتأكد، وهالشي مو منيح بالنسبة إليك. طيب فيكي تعتبري هالحكي آخر تنبيه، أنا عم حذرك هلأ وبتمنى ما تتهوري. تزوجي فيكرانت وطلعي من هالبيت بدون مشاكل، وقتها أنا رح أنبسط لأنك سمعتي مني عن جد. شو؟ رح تتزوجي فيكرانت أو لا؟ كاريشما ما في داعي تسألي هيك سؤال، لاكشمي ما عندها أي خيار تاني، حتى ما بيحق لها تقول إذا موافقة على الزواج ولا لا، لأنها رح تتزوج بكل الأحوال، العرس رح يتم بوقته، فهمتي؟ وبعد الزواج لاكشمي رح تطلع من هذا البيت، وكمان لاكشمي رح تقطع كل علاقاتها مع العيلة.
ليش هيك؟ أنا فتحت حالي بإيدي، أكيد هي سمعت كل شيء. ما عاد في مهرب، أنا يلي جنيت على حالي. العمى ستي سمعت كل شيء. حلو كتير، ما ضل في داعي أحكي. ذكران تعترف قدام ستي وصارت بتعرف كل شيء. ستي تفضلي على مهلك، أنت إجيتي بالوقت المناسب لهون. أنا دائماً بكون موجودة بالأوقات المناسبة ابني، أنا كبيرة العيلة. طيب بكل الأحوال أنا جاي أطمن عليك، أنت منيح؟ أخذت الأدوية؟ أي ستي أخذتهم وهلأ صرت منيح، وشوفتك خلتني أتحسن. ممتاز، ألف شكر. ستي سمعتي كلامنا؟ هلأ هالمحتال فيكران تعترف بكل شي عامله ويلي أنتو ما صدقتوه. سمعتي صح؟ عرفتي على حقيقته، بده يدمر حياة لاكشمي. حتى هو اعترف انه متزوج لهلأ، وقال انه هو يلي اجا وحاول يقتلني بالمستشفى. اعترف بكل شيء يا ستي، كان عم يحاول يقتلني مشان ما افضحه قدامكم. فكر منيح لحتى تدارك القصة، وإلا انت وكل احلامك رح تدمره. وطبعا انسى زواجك من لاكشمي، حتى ما رح تقدر تلمحها. قولي شي ستي. انا الحقيقة لحظة شوي فيكران، خلي ريشي بالاول يخلص كلامه. معك كمل حق. كلامك ابني. ستي انا ما عندي كتير حكي لاقوله، هو اعترف بكل شيء قدامك. هلا انا كنت عم اقول الحقيقه للكل، بس ما حدا صدق كلامي ورفضوا يسمعوني للاخر. هلا انت صرتي بتعرفي كل شيء وسمعتي اعترافه وصرتي بتعرفي حقيقته كلياتها. بكفي، روحي خبري الكل بهذا الشيء والعيلة لبرا، ما له مكان بيناتنا. ستي انت سمعتي كل شيء، كنتي واقفه هون وسمعتيه، ما هيك؟ قولي. شو بدي اسمع؟ انا عم اسمع اللي انت عم تقوله، ما سمعت شيء من قبل. ستي انتي شو عم تقولي؟ مستحيل ما تكوني سمعتي. اذا بتريدي ما تقولي هيك، هو هلا اعترف بكل شيء وانتي كنتي واقفه هون، لازم تكوني سمعتي. لا تمزحي معي بترجاكي ستي. ابني انا ما كنت واقفه هون، انا كنت بطريقي لعندك وما سمعت شيء ابدا. لا تعيد نفس الحكي، انا لو سمعت شيء كنت قلت لك. وبعدين قلي ليش كنتوا ماسكين بعض وعم تتخانقوا؟ لانه ما سمعتي. ما بصير، لازم تكوني سمعتي. اعترف بكل شيء، انه متزوج وانه حاول يقتلني وما بده ياني افضحه. حاج بقى ريشي، لا تضل تعيد نفس الكلام. ما تعبت من نفس الاسطوانه؟ ايه ستي لسه مخبي شيء وبدي اعترف فيه قدامك كمان.